السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انطلاقا من الآيات السابقة، هل يعتبر الوادي طوى حرما؟ وبالتالي ما هي الأماكن المحرمة غير المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعتبر الوادي المقدس الذي كلم الله منه موسى حرما، وليس في الأرض شيء حرما إلا موضعان فقط، حرم مكة وحرم المدينة، وأما المسجد الأقصى فليس بحرم. وكذلك وادي ود في الطائف ليس بحرم، فليس هناك حرم إلا حرمان فقط، حرم مكة وحرم المدينة. نعم.